عايزين نتكلم، هل في ناس عدت عليكم من أماكن أخرى؟ قلنا المنصورة نعم. مثلا. نعم. إبراهيم رضوان أول قصيدة نشرتها كان مع أحمد عسر، كان ماسك هو مجلة الشباب قبله يحيى الشباب. يحيى الطاهر وإدوار وجمال عطية إبراهيم. لا إبراهيم رضوان أنا نشرت أول مرة وهو أول مرة في مجلة الشباب دي. وبدأ يبقى في علاقة بين أدباء المنصورة وأدباء لا أنا هقول الأستاذة اللي إحنا تحولنا إلى مركز وعندنا في حجرتي اللي فوق السطح وفي شقة سعادة الكفراوي اللي في السبع بنات جالنا، كان عندنا يعني بيجينا من كل المدن المجاورة والبعيدة. جالنا كان بيجينا بشكل شبه دائم القاص صالح الصياد الله يرحمه، ويعني هو من طنطا وكان تقريبا بيحضر كل ندوات النادي. جالنا عبد الستار محمود ايضا من طنطا وكان شبه متواجد في مدينه المحله. من كده سمير الفيل ناس تانية من ابعد يحيى وخليل بينها وبين الكره من دمياط. جالنا محسن يونس وسمير الفيل وهم صغير يعني وسمير صغير خالص من كل ده كان الأدباء الشبان الصغيرين. ايه اللي حصل بقى؟ سعيد الكفراوي جاب لنا جميل عطية إبراهيم وخليل كلكس قصاص وروائي كبير. انا اقدر اقول لك ان هذا اللقاء هو اللي غير حياتي شخصيا. ومبروك. ايوه طبعا، لان خليل لما اخدش علينا وقصصنا. خليل ناقد كبير وشاعر ومؤثر وشبه وراجل مهتم بالماركسية وزعيم فيها. خليل كلفت. ايوه طبعا، خد قصصنا وشعرنا وداهم للراحل العظيم التجراسي الأستاذ عبد الفتاح الجمل في جريدة المساء اللي قدمني على الفور على الصفحات مع وصرنا جزء من حركة ثقافية كان بيتسيدها وأبرز نجومها يحيى الطاهر عبد الله وإبراهيم أصلان وجمال الغطاني والأبنودي وأمل دنقل، وإحنا جماعة فجأة ستنة. وقفنا في الصف محمد عفيفي مطر محمد عفيفي مطر وقفنا في الصف معهم. كان ثم الرجل ده هو جاب لنا إدوار الخراب. إدوار إدوار وهو من هو جبت القرية 66 66 ده زمن مغل يعني 66 من 50 سنة الكلام ده. خلي بالك إن هؤلاء الناس وهؤلاء الكتاب الكبار ما جالناش كده، ما جوش عشان يتفسحوا، جم لأننا فعلا كنا منتجين لكم ثقل أدبي وثقافي ولافتين للنظر. جار وبهاء طاهر والبرنامج الثاني. وبهاء طاهر والبرنامج الثاني كنا واحنا عيال. طبعا واحنا عيال. ده كل ده لا كتير كتير كنا بنبعت يعني قصايدنا وقصصنا للبرنامج الثاني عند بهاء طاهر وعند ابراهيم ابو سنه وعند مش عارف مين. فيتذاع الحاجات ديت ونقعد ماسكين ودننا بنسمع الراديو ما فيش غير كده. احنا بيننا وبين القاهره قد ايه.